بس كلمني على آية. أنا والله أجانا زبون وبعنا غرفة نوم، أنا عندي معرض مفروشات تري، وكان يعني الزبون موعده دقيق لأنه بده يخش على محيط السفارة الإسرائيلية، فهمت علي؟ وحمل غرفة النوم وطلعوا على السفارة على بيت الزبون، والزبون كان ينتظرهم غاد، ما في أي نوع من المشاكل ولا في أي إشي، يعني مثله مثل أي زبون ببيعه، يعني أي واحد بيجيب بيشتري وبروح، فهمت علي؟ كلمني ما يقارب الساعة 4 العصر، فهمت علي؟ زبون بيحكي عربي، ما في أي مشكلة، فهمت علي؟ ما في أي شيء، بيحكي عربي وبيحكي عادي يعني. فراحوا يركبوا له غرفة النوم، وبقول لك رن علي الساعة 4، قال لي الشوفير نزل، فهمت علي؟ من على السيارة، فهمت علي؟ قلت له طب هسه بحكي معاه وبخليه يطلع لك، فهمت علي؟ دقيت على الشوفير قلت له وين انت؟ فهمت علي؟ قال لي هي نزلت اجيب دريل الشحن وبدي اطلع اكمل تركيب. قلت له خلاص، قال لي ما في شيء اي شيء. قلت له ماشي اطلع ركبه وخلصوا روحوا. طلعوا ركبوا وخلصوا، بقى بعرفش يعني ما كلمني انه يعني في اي امر، فهمت علي؟ بقول لأخوه الساعة تقريبا 6-7 هيك شي، بقول له وين أخوه؟ قال لي هسه برجع. قلت له هسه بركبه يعني؟ قال اه. قلت له طيب دق عليه، رنيت عليه مسكر تلفونه، رنيت على الشوفير مسكر تلفونه، قلت له في بالتلفون الزبون، قال لي برن عليه يابا مسكر، فهمت علي؟ قال لي بس في تلفون المصري، رنيت على المصري، فهمت علي؟ المصري مرتبك، رد علي مرتبك، قل لي صار طخ وصار كتل واجت سياره الاسعاف واخذتهم. بقول له ابني الشاب صغير في اشي؟ قال الثلاثه تصوبوا او اثنين تصوبوا، الشوفير وابني بس، هذا ما وابني يعني ما عنده اي يعني ميول، يعني لسه طفل، ما يعني ما في عنده اي نوع من العنف او اي نوع يعني، لا يعني يعني لدرجه اني لسه الان قبل شوي بكلم خاله بقول له لسه يعني بغار، يعني في غيره لسه من طفل، من اخوي صغير، عرفت علي؟ يعني في لسه يعني لسه طفولي فيه، في يعني الطفوله فيه موجوده، فهمت علي؟ بس هذا كل ما هذا كل اللي بعرفه لغايه الان، فهمت علي؟ وانا فهمت علي ابني لا عنده اي مشاكل، فهمت علي؟ ولا عنده اي اسباقيات، ولا عنده اي امور من هذا اللي يعني اللي بدعي يعني اللي بدعي يعمل هذا الامر، عرفت علي؟ واذا ابني انغدر، فهمت علي؟ انا بس بطلب طلب، وبجوز يعني يكون هذا الطلب يسمعه جلالة سيدنا، انه يخذل لي حقي وحق ابني. بس اذا كان زي مثل ما بتراود على وسائل الوسائط الفيس والامور انه اسرائيلي، فهمت علي، طخه او الحرس، يعني باي حق انه مثلا طفل زي هذا ينطخ وهو مواطن اردني، فهمت علي، وعلى تراب بلده، فهمت علي؟ واذا صار هذا الموضوع انهم هم جايين علينا، فهمت علي، وطخوا ابننا، فهذا مش ابني، هذا ابن اول اشي كل الدوايمة، فهمت علي؟ ابن كل الدوايمة، وقبل ما يكون ابن الدوايمة ابن الاردن كلها، وقبل ما يكون ابن الاردن كمان ابن الملك جلالة سيدنا. فانا بطلب من جلالة سيدنا هو نفسه شخصي، وين انا بحكي وارجو انه يكون هذا مخاطبتي له، انه ياخذ لي حق ابني، فهمت علي؟ بس ما بدي اي امر. احنا لغايه الان بيقولوا لنا الامن، انا قعدت جلست مع مدير الشرطه وقال احنا الان قيد التحقيق، ما في استلام جثه، فهمت علي؟ بجوز يعني بكره الظهر الظهر نسلمكم اياه، يعني اذا بده يندفن بندفن على العصر او شيء، فهمت علي؟ وراحوا على مستشفى الجامعه وما دخلوهم، فاحنا نفسنا مش عارفين يعني لغايه الان. يعني انا قعدت تقريبا مكثت في 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 مركز امن الاشرفيه ما يقارب الساعتين، وانا بنتظر في في في, في رئيس المركز
وما اجى. فهمت علي؟ بعدها قالوا له روح على مديريه الامن العام، على العبدلي، على ال لا على العبدلي، فهمت علي؟ على مديريه الشرطه. رحنا مديريه الشرطه، قابلنا مدير الشرطه وقالنا يا عمي ابنك متوفي الله يرحمه، فهمت علي؟ بس ما اعطانا اي معلومه لغايه الان عن الولد، او عن طريقه قتله، او عن طريقه استشهاده، او عن طريق اي طريقه. اجى زبون بده يشتري غرفة نوم، واشترى غرفة النوم، وعملنا له الفاتورة على أساس نركب له إياها على صلاة المغرب. طلعوا الشباب ماهر ومحمد والسواق. الآن إحنا بعنا، والله لا بنطبع ولا مستعدين نطبع كمان، واليهود خنازير صهاينة، أبناء القردة والخنازير. صليت على النبي. الولد مواليد 2000، عمره 17 سنة، صوى والله العظيم، صام كل شهر رمضان، ولد بصلي، ولد محترم، ولد بدرس. راح الآن إحنا في عطلة صيفية، راح الولد مع الشباب على أساس يجيب ثمن غرفة النوم. الآن تناقر هو والشاب اللي غاد. إحنا ما بنعرف إنهم مسلحين، إحنا ما بنعرف إنهم يهود. لو إنهم يهود والله ما بيشرفنا إنهم يدخلوا محلاتنا. صليتوا على النبي. فإحنا اللي صار ابننا تناقر هو والزلمة، وإحنا ما بنعرف، بغض النظر ضربته كف، ضربك بوكس، كيف بتحمل بكل دم بارد بتمسكها بتمشط المسدس ولا هشمايزر بتطخ الولد؟ اتقي الله يا ابن الحلال، هو باقي صرصور عند أبوك. هاي كل الحقيقة اللي صارت، وعس على الله عز وجل إنه صوتنا يوصل لمشارق الأرض ومغاربها. هؤلاء اليهود نفديك يا شهيد بالروح بالدم، نفديك يا شهيد بالروح بالدم، نفديك يا شهيد بالروح بالدم، نفديك يا شهيد. طيب هم شو دخلوا يعني بتطلع الصور؟ الله اكبر، الله اكبر، بالروح بالدم، نفديك يا شهيد بالروح. الله اكبر يا سفير.